أهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وتتابعون فيها العربية الجديد. صحيفة عربية تتحدث عن يمنيون يتخلون عن الزراعة ويحملون السلاح. وفي المصدر أونلاين جرف مئات البساطات والعربيات من شوارع مدينة إب. ومن أخبارنا المنوعة بي بي سي من عاملة في منجم إلى نائب الرئيس. الماء ليس أساس الحياة فقط، بل هو الحياة كلها بالنسبة للحاج ناجي سليمان ذو 80 عاما. فالماء مهنته ومصدر عيشه الوحيد منذ نحو 5 عقود، يبيعه على أهل بلدة الجمعة في مديرية المخا الساحلية. ليس لدى الحاج ناجي ذوي أو ذي الأبناء 10 مهنة غير دلو يغرف فيه مياها من المسجد الذي ظل خادما له طوال 5 عقود، يجلب الماء للمصلين أو يبيعه في سوق بلدته على باعة السوق مقابل الحصول على بعض المال للإنفاق على أسرته المعدمة. يعلق الموقع 5 عقود من العيش على سقي الماء. طوال ساعات النهار يظل الحاج ناجي مترددا بين الجامع والسوق لتعبئة الماء لعمال السوق من خزان الجامع ونقله عبر صفائح البلاستيكية نظيرة مقابل زهيد، كي يعود منتصف اليوم إلى منزله حاملا قوتا لأولاده 10. بدأت الشيخوخة وأعراض التقدم في العمر توهن قوى سليمان الذي أصبح يواجه مصاعب جمة في الاستمرار في مهنة جلب الماء وبيعه بنفس القدرة التي كان عليها في الماضي. يضطر أحيانا إلى تكليف بعض أولاده وبناته بالعمل عند أهل القرية مقابل الحصول على ما يمكنهم من الاستمرار في العيش. تذكر ابنته الكبرى في التقرير الذي أعده محي الدين فضيل أن والدها حين كان قادرا على العمل بطاقته ونشاطه القديم لم تكن تشعر الأسرة حينها بأي قلق، أما الآن وقد صار عاجزا عن الاستمرار في سقي الماء فقد اضطرت للخروج والعمل عند أهل القرية كي تساعد أسرتها في توفير متطلبات العيش. عن ظاهرة تهريب الآثار اليمنية إلى دول الخليج وأوروبا كتب سعيد المعمري مقاله المنشور في الحرف 28، وجاء في المقال: لم تكن عملية تهريب الآثار في اليمن ظاهرة غريبة عن المجتمع، بل هي ظاهرة قديمة جديدة فقد أخذت بالانتشار والتوسع خلال الفترة الماضية، وربما بشكل أكبر أثناء عمل فرق الاستكشاف الأجنبية عن الآثار في اليمن وغيره، وبالتالي فقد توسعت هذه الظاهرة بصورة كبيرة خلال تلك المراحل السابقة التي تلت سنوات الثورة وما بعدها، ولكن يمكن أن تكون قد أخذت بالانتشار بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، وهي تكاد تكون فترة خصبة حيث سهل لضعاف النفوس القيام بتهريب الآثار إلى الدول الأخرى وبالذات دول الخليج العربي ودول أوروبا الغربية وإلى جانبها بريطانيا وأمريكا، وذلك بحكم ما تزخر به اليمن من آثار تاريخية عظيمة، حيث كان قد تعاقب على حكمها أكثر من دولة يمنية أقامت حضارتها على تلك الأرض الغنية بالموارد والإمكانات العديدة، وبالتالي هو ما هيأ لها أن تقيم حضارة إنسانية قلما توجد مثلها في المنطقة، فقد امتد نفوذها إلى كل بقاع الأرض، وهذا ما مكنها آنذاك من أن تشيد مدنا كبيرة وتبني مواقع وآثارا تاريخية عديدة شملت كافة مناطق اليمن إبان تلك الحقبة من تاريخها القديم والوسيط، وأمر كهذا هو ما ساعدها أن تتبوأ مكانة مرموقة بين الشعوب الأخرى نتيجة لما كانت تمتلكه من مقومات متنوعة على مستوى واقعها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وغيره، وهذا كان له أبلغ الأثر في أن تتوسع بنفوذها على مستوى مناطق اليمن والتي أخذت آنذاك بالتطور والازدهار وبصورة لافتة للنظر، أكان منها لدولة سبأ كطور أول مرورا بدولة معين وسبأ كطور ثان ومن ثم قتبان وأوسان ويمنات وحضرموت وكذا دولة حمير وما تلاها من مراحل حكم للتبابعة، بقدر أن دولا كهذه أنتجت وأبدعت الكثير من المعالم والمواقع الأثرية والتاريخية. الكثير من الانتهاكات اليومية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها آخرها جرف مئات البساطات والعربيات من شوارع مدينة إب في مشهد يتكرر بين الفينة والأخرى،
دون البحث عن حلول وبدائل للمتضررين، حيث شكى مالكو البساطات والعربيات من تعرض مصادر دخلهم لعمليات جرف ألحقت بهم أضرارا مادية كبيرة. مواطنون يعملون بساطين وباعة متجولين أفادوا في حديث مع مراسل المصدر أونلاين بأن ما تعرضوا له عبارة عن تنكيل ومضايقات تستهدف شريحة من البسطاء يعولون الآلاف خلفهم ويعملون في شوارع مدينة إب. الناشط عادل عمر قال إن الأشغال والنظافة في مدينة إب رفعوا البساطات، لكنهم تركوا الكتل الخرسانية وسط الطريق ولم يتجرأ أحد على رفعها لأن من وضعها عساكر المؤسسة الاقتصادية. ودعا عمر من يحكم المحافظة إلى تنظيم البساطات في الأسواق وليس إزالتها وحرمان الناس من مصدر أرزاقهم في هذا الوضع المعيشي الكارثي. مناخ ترسيم حدود الإمبراطوريات، تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المنشورة في الشرق الأوسط التي يرأس تحريرها. الصيف لاهب ورسالته صريحة، على سكان الكوكب إنقاذ أنفسهم قبل فوات الأوان، عليهم التقاط الرسائل التي تشكلها الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات. التغير المناخي سيزعزع استقرار العالم، سيضرب المحاصيل وسيجعل بعض الأماكن غير صالحة للعيش، سيتسبب في هجرات واسعة وربما بحروب لتقاسم المياه والمواسم. إنها معضلة عابرة للحدود، معالجتها تفوق قدرات الحكومات كبيرة كانت أم صغيرة، واستمرار تجاهل الأخطار المقتربة يعني أن الأهل سيتركون أولادهم وأحفادهم في عهدة أزمات تهدد خبزهم وفرص عملهم واستقرار دولهم، شيء إذا حصل يشبه الخيانة للمستقبل. لكن معالجة معضلة بهذا الحجم تحتاج إلى ثقافة أخرى ومناخ مختلف، تحتاج إلى أصحاب قرار يقدمون الشعور بالمسؤولية على جشع الانتصار وتلميع الأدوار. موضوع التغير المناخي لا يدخل في باب الرفاهية، والاستمرار في تجاهله يشبه قيام المرء بقطع الغصن الذي يقف عليه. راودنا التفاؤل في السنوات الأخيرة حين انعقدت قمم حول الخطر المقترب وأعدت استراتيجيات وقطعت تعهدات، وكدنا نصدق أن التغير المناخي سيحتل صدارة الأولويات لدى الحكومات الكبيرة والصغيرة، لكننا وقعنا فجأة في عالم مريع يكشف أن حسابات كبار اللاعبين ستؤدي إلى تغيير الأولويات التي توهمنا اقترابها. ها نحن نعيش في عالم يعطي الأولوية المطلقة لإعادة ترسيم حدود الإمبراطوريات. إنه أخطر مناخ دولي، ليس فقط منذ انهيار جدار برلين وانتحار الاتحاد السوفيتي، بل أيضا منذ الحرب العالمية الثانية. من حمل الفأس والبذور إلى حمل السلاح والرصاص، وفق ما أوردته صحيفة العربي الجديد، هكذا تحولت وجهة آلاف المزارعين في اليمن إلى ساحات الحرب على خلفية تدهور القطاع الذي كان يوفر لملايين المواطنين ليس مصدرا للرزق فقط، ولكن اعتمدت عليه الدولة من أجل تأمين نسبة كبيرة من غذائها في بلد بات على شفا المجاعة. تضيف الصحيفة: أطراف الصراع كثفت خلال الفترة الأخيرة أنشطة التجنيد والاستقطاب من مختلف المناطق الريفية وسط غياب حكومي عن تلبية احتياجات المزارعين وتخفيف وطأة الأزمات عليهم. تتابع الصحيفة: الزراعة في طليعة القطاعات الواعدة التي لم يحسن اليمن التعامل معها واستغلالها بصورة جيدة. فبالرغم من أن 34% من أراضي اليمن تعد أراضي زراعية حسب إحصاءات رسمية، إلا أن الغالبية العظمى من هذه الأراضي عبارة عن مزارع، و3% من إجمالي الأراضي مستصلحة للزراعة فقط. يتطرق مزارع من ريف صنعاء فضل عدم ذكر اسمه إلى تكثيف أنشطة التجنيد والاستقطاب في هذه المناطق وغيرها في اليمن، ما أدى إلى تفريغ القطاع من العمالة الماهرة بدلا من أن تلمس احتياجات المزارعين وتخفف وطأة الأزمات عليهم. المحلل الاقتصادي صابر الوافي شرح للعربي الجديد
أن الأراضي الزراعية فقدت جزءا كبيرا من القوة العاملة ما ساهم في إهمال وتدهور الأراضي الزراعية. دخلت الهدنة بين حركة الجهاد الإسلامي والاحتلال الصهيوني حيز التنفيذ يوم أمس الأحد بعد ضربات عنيفة من الاحتلال خلال 3 أيام ماضية في غزة، أسفرت عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم أطفال. الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم وبحسب صحيفة الشرق الأوسط رحب بالهدنة في غزة حاضا جميع الأطراف على تنفيذها بالكامل. وقال بايدن في بيان إن واشنطن عملت مع مسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول مختلفة للتشجيع على حل سريع للنزاع خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأضاف: ندعو أيضا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى غزة مع انحسار القتال. الرئيس الأمريكي أعرب عن أسفه لسقوط قتلى ومصابين في صفوف المدنيين في غزة، لكنه لم يحدد الجهة التي تقع عليها المسؤولية في هذا الصدد. اعتبر بايدن أن التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في غزة مأساة، سواء أكان ذلك بسبب ضربات الإسرائيلية أو نتيجة لعشرات من صواريخ الجهاد الإسلامي التي قال إنها سقطت داخل غزة. هي أشياء صارت تشترى. تحت هذا العنوان كتب إبراهيم جابر مقاله المنشور في الغد مضيفا في جزء منه: لم تعد المساحة الفاصلة بين متطلبات الإنسان المادية والعاطفية قائمة، ثمة الآن خلط كبير بين الاحتياجات، وكل شيء صار يمكن توفيره بالثمن المناسب، وبإمكانك الآن أن تجد في السوبر ماركت ما شئت، حتى الكلام، وإن كنت بصدد الذهاب إلى موعد عاطفي أو عائلي أو حتى مقابلة عمل وارتبكت في الكلام الذي ستعده، فبإمكانك الآن أن تشتري هذا الكلام. فثمة شركات تؤمن لك بواسطة رسائل قصيرة مدفوعة ما تحتاجه من حجج وأعذار وضحكات ووسائل إقناع، وحتى كلمات العتب والحزن صارت متوفرة وبأسعار لا تقاوم. لا شيء عصي على الشركات في هذا الزمان، يعدون الطعام ويربون الأبناء ويغسلون السيارات، وها هم يبتكرون هذه الخدمة الجديدة فيعتنون بأصحاب القلوب الضعيفة ويزودونهم بالرسائل التي تعبر عن فرحهم أو غضبهم، وربما سيزودونهم لاحقا بزجاجات الدموع الجاهزة. بعد أن تمت إزاحة المستهلك لوقت طويل من استخدام يديه، حان الوقت فيما يبدو لإراحته من استخدام عقله ومشاعره، وصار بإمكانه أن يستخدم عبوة جاهزة من مشاعر العتب أو كلمات الغرام وبكلفة قليلة. هكذا لا يشعر الناس بالألم ولا بالأرق، ولا ينكسرون أو يهزمون، ولا يشعرون بالفقد أو الخسارة، حيث ثمة من سيشعر بالنيابة عنك، وستكون مشاعرك ضمن أوراقه الكثيرة التي سيسهر عليها، وقد يسوغ لك أقسى عبارات الحزن وهو بأشد حالات السعادة، فتلك وظيفته آخر الأمر يتقاضى عليها أجرا. وهنا لا بد من شكر هذه الشركات التي ستوفر فرص عمل ضخمة لعدد كبير من الكتاب الموهوبين الذين يمكن أن يشتغلوا في هذه الأعمال المبتكرة. في 7 أغسطس ستصبح فرانسيا ماركيز التي عملت خادمة منازل وعاملة مناجم أول نائب أسود لرئيس كولومبيا. قصتها جديرة بالتقدير، فالمرأة البالغة من العمر 40 عاما تتمتع بسيرة شخصية مميزة للغاية مقارنة بجميع أسلافها، وفق ما جاء في تقرير البي بي سي بعنوان قصة الأم المراهقة وعاملة المناجم الفقيرة التي وصلت إلى منصب نائب الرئيس. وجاء في التقرير أن فرنسا لا تنتمي إلى المؤسسات السياسية والاجتماعية الكولومبية المتنفذة، رغم أن بلدها متنوع للغاية، إلا أن مؤسساتها كانت تقليدية في أيدي رجال ينتمون إلى النخبة الحضرية والأثرياء البيض. لكن نائبة الرئيس الجديدة لا تعنيها كثيرا قيمة رمزية لوصول امرأة سوداء إلى قمة هرم السلطة لأول مرة. وقالت لبي بي سي في مقابلة معها في 23 يونيو حزيران: لست هنا لأظهر كوجه أسود أو لأظهر نفسي كامرأة أو لمجرد إظهار أننا حكومة شاملة لا تقصي أحد. كانت ماركيز واحدة من 12 طفلا لأبويها،
وكانت تكسب لقمة العيش في سنواتها الأولى من خلال العمل مع والديها في استخراج الذهب على ضفاف نهر أوفيغاس. في السن 16 أصبحت أماً عزباء وبدأت العمل كخادمة منازل من أجل إعالة ابنها الأكبر ودفع تكاليف دراستها الجامعية في الهندسة الزراعية، كما حصلت على إجازة في القانون منذ عامين. دعت شهرة ماركيز على مستوى البلاد في عام 2014 من خلال قيادة عشرات النساء في مسيرة طولها 350 كيلومترا إلى العاصمة بوغوتا لمناشدة الرئيس خوان مانويل سانتوس لاتخاذ إجراءات ضد الآثار الاجتماعية والبيئية للتعدين غير القانوني. مئات الأشخاص تظاهروا في بلدة وسط إيطاليا مطالبين بالعدالة في جريمة قتل بائع متجول نيجيري، حيث ذكر موقع عربي بوست أن أوغور شوكو تعرض للضرب حتى الموت على يد رجل إيطالي. أما السبب بحسب الموقع فيرجع إلى محاولة الشاب النيجيري بيع علبة مناديل للرجل الإيطالي الذي قيل إنه يعاني من مشاكل نفسية. ماتيو لوكوني نائب مفوض في الشرطة استبعد الكراهية العنصرية قائلا إن ردة الفعل العنيفة كانت بسبب طلب ملح من البائع للوصول على صدقة. أما لورا بولديريني وهي سياسية من الحزب الديمقراطي في يسار الوسط ألقت باللوم في الحوادث على سنوات من الدعاية من قبل أقصى اليمين التي وصفت دائما المهاجرين بأنهم يشكلون تهديدا لأمن الإيطاليين مثل القتلة والمغتصبين. تايوان والصين ملخص تاريخ من الصراع تحت هذا العنوان، كتب علي ثابت مقاله في العربي الجديد مضيفا في جزء منه. إن قضية تايوان تاريخية بالأساس، لذلك من الضروري أن نعود إلى الوراء على الأقل 90 عاما لكي نحظى بفهم أشمل لهذه القضية الشائكة. تعود جذور القصة إلى ثورة وثلاث شخصيات في أعقاب ثورة شنغهاي أو ثورة عام 1911 التي أطاحت بآخر أسرة إمبراطورية في الصين، أسرة تيشينغ. أسس سون يان صن أو أبو الصين كما يلقبه الصينيون أسس جمهورية الصين سنة 1913، إلا أن هذه الثورة لم تؤسس لدولة صينية مستقرة على النحو المرجو منها، بل وضعت الشرارة الأولى للحرب الأهلية التي ستنشب بعد ذلك. استمرت الأوضاع في اضطراب وظل أمراء الحرب مسيطرين على البلاد فعليا. في الأثناء اندلعت الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 بقيادة فلاديمير لينين وتروتسكي، الأمر الذي حفز جماعة من الشباب الصيني المتحمس لاتباع خطى النموذج الروسي الشيوعي، فأخذوا في قراءة الأدبيات الشيوعية والاقتداء بها، ومن ثم تأسس الحزب الشيوعي الصيني وظهر ماو تسي تونغ لأول مرة على الساحة السياسية في الصين. في بداية الأمر كانت العلاقات جيدة أو شبه جيدة بين الحزبين الشيوعي والقومي، لأن الحزب الشيوعي الوليد لم يكن يملك المال والعتاد والسطوة التي حظي بها الحزب القومي. في العاشر من أكتوبر تشرين الأول من عام 1949 يعلن ماو بمهابة تأسيس جمهورية الصين الشعبية. هرب أحد القيادي السابق كاي شيك ورفاقه إلى مقاطعة فوجيان بجنوب الصين، وواصل الشيوعيون مطاردتهم إلى أن تركوا البر الرئيسي برمته متوجهين إلى جزيرة صغيرة تسكنها جماعة من المزارعين والصيادين تسمى جزيرة تايوان. استبدوا بالجزيرة وحموها بالأحكام العرفية لمدة 40 سنة التالية. انشغل ماو ورفاقه في ترتيب البيت من الداخل وحل المشاكل الاقتصادية ومطاردة الفلول الباقين من حزب الكومنتانغ وحل الجدالات الفكرية الدائرة بين اليسار واليمين بل وبين اليساريين أنفسهم. ولم تتوقف أمريكا عن دعم حكومة كاي شيك، بل اعتبرتها الحكومة الوحيدة التي تمثل جمهورية الصين، ورفضت أمريكا الاعتراف بماو تسي تونغ وحكومته. تقرير مصور للصحفية إيونا كريغ تم نشره على منصة ناشيونال جيوغرافيك الشهيرة، وقد نشرت الصور باللونين الأبيض والأسود، وتظهر في العديد فيها العديد من المواقع الأثرية اليمنية في مدن مختلفة. نتابع الصور.
انتقالان إلى مجموعة من رسوم الكاريكاتير في آخر جولة من البرنامج، حيث حاز موضوع القصف العنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قبل سريان الهدنة الاهتمام البالغ من معظم رسامي الكاريكاتير غير الرسومات. إذن بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من كشك الصحافة. هذه أطيب المنى والتحايا من طاقم البرنامج. إلى اللقاء.